بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الحريزي مراسل قناة الأنيس من ولاية بسكرة. الدورة كانت في المستوى من طرف الجميع فعلا، يعني ولو أن المدة قصيرة إلا أننا استفدنا كثيرا من بعض المعلومات التي تفيد المراسل الصحفي في ولايته، كما أن المجهودات المبذولة من طرف طاقم القناة لمسناها بقوة من جميع النواحي، وهذا ما يجعلنا نتشجع على أن نعمل بأكثر جدية وحماسة في ولايتنا بصفة عامة. كما نحيي القناة من المستقبل الجمهور إلى المدير العام، ولا ننسى رئيسة التحرير ومدير الإنتاج الواقفين باستمرار على هذا العمل لكي يكون ناجحا. ونحن نعد المؤسسة مؤسسة الأنيس أن نكون في مستوى طموحات القناة والمجتمع الجزائري ولم لا العربي والإسلامي. بارك الله فيكم على هذه المبادرة، ونلتقي إن شاء الله معكم دائما في فرص أخرى طيبة.